مرة دائما من خلال فقرتنا المتنوعة، وغادي نمشيو مباشرة عند ليلى أم ياسين في أهم النصائح المنزلية المطبخية اللي غادي تقترح على كل المستمعات. ألو ليلى. صباح الخير. صباح النور، لاباس عليك؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. الحمد لله، بارك الله فيك، مرحبا. تحية كبيرة كبيرة للمستمعات وجميع مستمعين ميد غاديو داخل وخارج الوطن. الله يبارك فيك، شكرا، صباحكم مبروك. علينا وعليك باش ما تمنيتي يا ربي. يا ربي امين. نبدا وقتي على بركة الله. ايه استفدوا. غادي نبدا اول حاجة تنبغي ننصح جميع المستمعات، وهاد النصيحة اعطيها اللي عزيز عزيز عزيز, عزيز, عزيز عليك. ايه. واخا ما عزيزش عليك. نتقسموا معاه، مرحبا. هي الخميرة البلدية. ايه فعلا. الخميرة البلدية كانت يديروها جداتنا بكري. وما كناش نعرفوا حنا المنافع ديالها ما والو. ودابا العلم عاد عرف القيمة ديالها. فعلا. فغادي نعطي الطريقة ديالها اللي هي طريقة سهلة ما فيهاش بزاف ديال المكونات ما والو. مثلا غادي ناخذ ونعطي مقياس إترو ولا نص إترو ديال اللبن. هاد الوصفة اختي عطاتها ليا خالتي كنزة، نوجه لها تحية كبيرة. تحيتنا ليها. أييه نوجه لها تحية كبيرة. صدقات ليا بقيت تنديرها. واخا. ما تنفرطش فيها. إترو ديال اللبن حتى نص إترو تنديروه في دائما تخليوه على برا، تنخليوه حتى تيحماض. انا درتو قريب للفور. ايه قريب السخونيه باش دغيا يومين صافي تيحماض، تولي فيه داك اللس على درتيه في الفان. ايه واخا. من بعد تديريه في واحد الاناء وتتبداي تزيدي عليه الدقيق بنخالته القمح. ايه تلقاي تزيدي ما تخليه خفيفه بزاف، ما تخليها جاريه. عاقدة أنا يعني خليط ما خفيف ما تقيل. ما تقيل. صافي أنا زدت فيها حبة ديال الفول غير. أنا بغيت نزيدهم. زدت حبة ديال الفول صافي، خليها خليتها غير ليلة كاملة الغد لقيتها صافي خمرات. واخا. إيه صافي نبقاو دائما اللي تيقولوا بكري جداتنا كانوا تيقولوها أنا مربية الخميرة البلدية. فعلا. كيفاش مربيها؟ يعني تتاخذي منها وقيلا إلا خديتي تقريبا كاس. ايه دابا نهزو منها نهزو منها مثلا كاس ديال ديك الخميره البلديه ونديروها في طحين عادي نعجنوا بها. اها ايه وصافي. وايه هي اللي بغاو يديروها عيب الخميره البلديه ما يديروش الخميره الاخرى، خاصهم يعجنوا بكري ولا يعجنوها بالليل صباح تلقاوها خامره. وهي في الصراحه الا درنا الخميره البلديه من الاحسن نبقاو فيها غير هي بوحدها، ديروا حتى شي اضافه مصنعه. هي تتطلب وقت باش تخمر على خاطرها، يعني بحال دابا كي قلتي الواحد غير يفيق يعجنها ويخليها تخمر. ايه واخا. وكنبقاو دائما عندنا ناخذوا منها ونزيدوا. وشنو كنزيدوا؟ واخا ليلى اشنو كنزيدوا مثلا في ديك الخميره البلديه؟ بحال دابا هزينا كاس نقصنا كاس من هذاك الخليط. غادي نزيد غنزيدوا الدقيق وشويه ديال اللبن. ايه واخا. ولا الماء الا ما كان لا اللبن لا والو نزيدوا على الماء. واذا كان اللبن يكون احسن. احسن يعني كنزيدو عاوتاني داك الطحين من الخلا ديالو ونضيفو شويه ديال اللبن. صافي ونزيدو عليه داك العجينه اللي بقات عندنا، داك الخميره اللي بقات عندنا. وطريقه فين كتخبيها؟ يعني طريقه ديال الحفظ ديالها. كنخليها انا غير في البوطاجي هنايا في الفرن ديال بحال دابا في شي قرعه في شي ياك. كندير انا في القرعه ديال الدجاج. القرعه ديال الدجاج كتسد مزيان. واخا كنسدها مزيان وتنخليها تبقى كل مره تتهزي منها. تبارك الله عليك، مشكوره جدا على هذه النصيحه لانه طلبات كثيره على المستمعات اننا نعطيو الخميره البلديه بطريقه